قرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد. الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم وورد اليوم الوجه رقم 30 من الآية 191 إلى الآية 196. بس هنرجع بس آية للوجه السابق عشان المعنى، من قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. عشان المعنى بس. معي ومعكم ضيف في الاستوديو، أول مرة يشرفنا وسعداء بيه، الشيخ هشام عزت. منور الشيخ هشام. الله يكرمك ربنا يعزك. ربنا يبارك فيك، أتمنى لك التوفيق في هذه الحلقة. أكرمك الله شيخ. اللي حابب يتواصل معنا ويقرأ معنا عبر الهاتف، أرقام الهواتف هتظهر تباعا على الشاشة، واللي حابب يتواصل معنا من خلال صفحة البرنامج الندى سلاش الندى اي ال ام يراسلنا وهرد عليه. انا بيجي لي رسائل كثيره لكن كلها يعني ايه يعني فيها شكر على حلقه او لكن بنرد على الرسائل اللي فيها اسئله او اللي بتحتوي معلومه محتاجين احنا نناقشها في البرنامج، مش بس حدش يزعل مننا، لكن بنرد على يعني اي رساله خاصه بنرد عليها باذن الله تعالى من خلال الصفحه. جاهز شيخ هشام؟ ان شاء الله يا شيخ. ولا تفصيل؟ ان شاء الله جاهز. شيخ هشام طبعا بيدرس في معهد قراءات في السنه النهائيه. ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق. اكرمك يا شيخ. تفضل شيخ هشام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام،
واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله فيك شيخ، ان شاء الله عليك ربنا يحفظك. طبعا الشيخ هشام بيقرا بقصر منفصل واحنا في البرنامج بنقرا بالتوسط، لكن احنا ما يعني ما بنضغطش في المساله ديت، لان اللي معتاد على قراءه القصر اما يجي يقرا بالتوسط ربما يبقى في عنده شيء من اللخبطه هي. انا بما اني قرات القراءات فالامر بالنسبه لك مفيش مشكله ان شاء الله. يعني يمكن انا بقى ما تكلمناش قبل الهواء يعني. لم اعلم. طيب ربنا يبارك فيك حاج. طيب هنعلق بقى على الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا حال قراءه هذه الايات، ولو في وقوفات هنتكلم فيها. وفي وقف هنا اوقفني عليه احد يعني مشايخي، اسال الله ان يبارك في عمري، هتكلم عليه ان شاء الله. الايات فيها شغل كتير يا شيخ هشام. صحيح. وفيها يعني من الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا حال القراءه الكثير، فخلينا نتصارب مع بعض كده ان شاء الله. تمام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا دي مبالغة في التفخيم، فأتت على حرف المبالغة في التفخيم في الطاء، أتت على حرف الإيه؟ القاف، أتت على حرف التاء، فأبدلت التاء بإيه؟ بطاء. وده خطأ برضو إيه مشهور جدا، اللي هي مجاورة المفخم للمرقق أو المرقق للمفخم، وتأثر المفخم بالمرقق أو المرقق بالمفخم. والعكس. تمام. والعكس. تمام. طيب وقتلوهم، عندنا قاف هنا ساكن وقلقلة. القلقلة كتير من الناس بيتعامل مع القلقلة على انها صفة تحتاج الى عنف. وقتلوهم، وقو هي اصلا ايه؟ وقع. ايوه زي ما انت قرأتها كده، وقتلوهم لا مبالغة. وفي ناس بتتساهل قوي قوي يقولك ايه وقتلوهم، يأتي بهمس في القاف، ونقول لهم خدوا بالكم انت كده ممكن تكونوا ابدلتم القاف بكاف، لان الفرق بين القاف والكاف في الصفات او من ضمن الفروقات هي همس الكاف وجهر الايه؟ القاف. القاف. وقتلوهم حيث ثاقفتموهم، تكرار الثاء. نقراها ازاي يا شيخ؟ حيث ثاقفتموهم. تمام احسنت. في ناس بقى تدخل الثائين في بعض ويجيبوا ثاء واحده، حيث ثاقفتموهم. تمام. او ممكن يرتبك فيجيب ثاء وسين. حيث ثقفتموه، دي مصيبه لانه كده ايه هيبدل الحرف في القران. صحيح. صح كده. يبقى ناخد بالنا من ايه؟ من تكرار الحرف. اذا تكرر الحرف خاصه اذا جاء في كلمتين، تمام، يحتاج الى بيان وتمكين للمخرج. حيث ثقفتموهم واخرجوهم. تمام. ممكن بيبقى في هنا تفخيم الهمز. تمام. ليه؟ لان الخاء مفخمه. صحيح. الخاء ساكنه بعد فتح، ودي مرتبه وسطى للايه؟ لتفخيم الخاء. والراء دي مرققه، والواو مرققه. تمام. والهمزه مرققه، يبقى حرف واحد بس اللي ايه مفخم، والخاء ساكنه يعني متوسطه. ليه كلكع الدنيا اقول واخرجوهم ولا اقول واخرجوهم واتعامل مع الخاء بالتراخي؟ ها، وخليها تتاثر بالمرقق قبلها وبعدها، فبالتالي تضيع مني خالص. واخرجوهم، وده ايه صحيح، واخرجوهم من حيث اخرجوكم. والفتنة، التاء هنا الساكنة همسها. في بعض الاخوة بيبالغوا في الهمس. تمام. يقول والفتنة. بس كده في صوت. والهمس عبارة عن ايه تعريفه؟ جريان الهواء. جريان النفس. تمام كده، هو الهواء يعني. جريان النفس في مخرج الحرف اللي ضعف الاعتماد عليه. طب لو انا بجريت صوت بقى، يبقى انا ابدلت صفة ترتب عنها كمان ايه؟ ده مش استبدلت صفه بس، غيرت صفه، ده انا ترتب عنها صوت زائد في القران. تمام. والفت، وانا يمكن قلت يعني في اكثر من لقاء، لما الشيخ سمع احد الطلبه يقرا عليه ويقول اذا السماء انشقت، قال يرحمكم الله. عطس. اعتبره ايه؟ ياتي بالعطس يعني. فايه محتاجين ايه؟ نبين التاء دون مبالغه كمان، وما ضيعش الهمس، لو الهمس ضاع مني تبقى مشكله. صحيح. والفتنه فتنه، ما فين التاء؟ ناخد صن. اتفضل. اخونا ياسر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عندي سؤال يعني بغير احكام التلاوه يعني، ممكن؟ لا والله احنا ممكن نحيل السؤال لحضرتك، ده اخواننا في الكنترول ياخدوه من حضرتك السؤال ويحلوه لبرنامج اهل الذكر مع اخونا احمد نصر وعلمائنا الكرام اللي بيبقوا معاه ضيوف. بارك الله فيكم يا استاذ. يبقى التاء مهموسه همسها
ما يبقاش فيه صوت، وفي نفس الوقت ما ضيعش صفة الهمس، لأن صفة الهمس لو ضاعت مني من التاء مش هتطلع التاء. والفي لات في فين التاء؟ كان انتقلت من الفاء للنون. ده أحسنت. يبقى التاء عندي تسقط تماما، التاء والكاف. الهمس مخرج للإيه؟ لحرف الكاف، والتاء من المخرج بسبب إيه؟ بسبب الشدة اللي موجودة في الحرفين. يعني الكاف شديدة مقطوعة الصوت، والتاء شديدة مقطوعة الصوت، أك أك، واللي بيمشيهم الاثنين إيه؟ الهمس النفس. تمام. طيب والفتنة أشد من القتل، برضو عندي تاء إيه؟ ساكنة جات لي تاني. ما هو برضو هي القتل، قتل وبتضيع اللام كمان. صحيح. يعني اللام لما تكون في آخر الكلمة لازم من يقرأ ياخذ باله منها، ياخذ باله من موضوع اللام ده. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم. انا برضو في خطأ كده في موضوع هيئة الاخفاء. عند، في ناس تقولها ايه؟ عند المسجد. تمام. وفي ناس تقول عند المسجد بيعمل اظهار، وفي ناس تقول عند المسجد من غير اي حاجة، يعني برضو يظهر نور لكن مع ايه؟ مع عدم الزمن، في زمن الغنى. فاحنا محتاجين احنا نبين الايه؟ الاخفاء. عند المسجد، انا كده اخفيت النون وبان يعني جزء من الغنى بس. صوت الحرف اللي هو بعد النون بيظهر في الغنى. تمام. يعني اما اقول عند، صوت الحرف ظهر في الغنى، زي برضو ينصركم. تمام. صوت الصاد برضو ظهر في الغنى، فده اللي بيميز الاخفاء من الاظهار. يعني اما اقول عند غير اما اقول عند. تمام. صوت الدال ظهر في، او بعد صوت الدال ظهر في الغنه. لا، وانا انا بنتقل من مخرج الغنه الى مخرج الحرف على طول. يعني بخفي النون عند الدال، بخفي النون عند القاف، بخفي النون عند الصاد. اصل لو ظهر معايا الحرف هتبقى هيبان ازاي؟ طب اديني مثال كده، زي خلينا في اللي احنا فيه. تمام. زي عند كده. تمام. حضرتك تلاحظ ان الغنه صوتها صوت مشترك في الاخفاء بين النون الساكنه وبين الحرف اللي بعدها. طب خليني كده اجرب كده. عند، انا كده قلتها صح ولا خطا؟ شفنا انا صح. لا لا لا، انا بسال بس عشان انا احنا دلوقتي بنوصل، عايزين نوصل معلومه، ومعلومه لازم تكون صحيحه، لان ده بيترتب عنه عباده. صحيح. وقراءه القران عباده. صحيح. تمام. صحيح. فانا لما اقول انا عايز اجيب الدال، فانا ما اعرفش اجيب مخرج الدال الا بعد انتهاء صوت الغنه. عند عند عند، ممكن حرفين بس هما اللي يجي معاهم الموضوع ده، اللي هي الفاء والقاف، ممكن الكاف كمان. يعني ممكن اقول ايه؟ ينفقون. ممكن من كان من قبل، بسمع صوت الحرف، لان انا بالفعل مكنت المخرج الحرف. انا مش عايز اخش في تفاصيل تجويديه، لكن لو انا اظهرت صوت الحرف يبقى انا ممكن اكون دخلت في ادغام. يعني بقول ايه؟ اسمع كده شيخنا، من قبل من قبل. ايهما اجمل؟ الثانية. الأولى أنا حققت إدغام. حققت إدغام بغنة، فمكنت المخرج القاف أثناء الغنة، فالغنة مشيت في مخرج القاف. فبالتالي سمعت صوت، جزء من صوت القاف. ده سهل جدا يأتي معي مع الفاء والقاف والكاف. لكن صعب جدا أجيبه مع الدال. فأجي مع الدال ما أعرفش أمكن لمخرج الدال. لكن أمكن مخرج الإيه؟ أمكن للغنة إن أنا يعني إيه؟ بقترب من مخرج النون، لكن لا ألامس المخرج، ما مكنش المخرج. عشان اتي بالايه؟ بالغنى. ناخد صلاة وبعدين نكمل. انا عارف ان عندك اجابه او عندك رد. ايمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ايمان؟ الحمد لله. ها اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن انتهوا فإن قاتلوكم. أيوة. فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بارك الله فيك يا إيمان، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك إيمان. السلام عليكم. ما شاء الله عليك. تقى معنا. السلام عليكم. إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا تقى؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله في نعم والله الحمد لله. أكمل؟ أكملي إن شاء الله. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. خد بالك يا تقى، يا تقى. نعم. الراء عندك مرققة، فإن أحصر صر صر، لأن الراء عندي مكسورة صح كده؟ ساكنة بعد كسر، ساكنة بعد كسر. يعني حكمها ترقيق، فمقولش أحصرتم. ماشي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. صح كده؟ تمشي يعني بس فيها شبهة، لكن مش زي الأولانية، الأولانية كانت مفخمة خالص. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أصل المشكلة اللي فيه صاد. نعم. أنت لو حبيتي تجيبي الراء بالشكل الصحيح وأنت ما اتدربتيش على ده هتجيبي صاد سين. فإحنا نقول إيه؟ فإن أحصرتم، يبقى أنا أمكن الصاد المكسورة لأنها مكسورة كمان ضعيفة شوية مش بالقوة اللي أنت تجيبيها دي. ماشي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. دي كويس. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله فيك يا تقى، أنت وإيمان، ربنا يحفظكم. كان كلامنا يا مولانا. طبعا طبيعة الأمر لما يكون في حد بيعلم قرآن تمام يبقى في نقاش بيبقى ثري شوية، فأنا حابب إن احنا نستفيد من وجودك معنا وأنت معلم قرآن وأنا بفضل الله تعالى برضو أعلم قرآن، فخلينا إيه نوصل معلومة للمشاهد من خلال النقاش اللي احنا هنقوم به في موضوع الإخفاء. أنا عارف الإخفاء ده في كثير من الناس بينطقوا بشكل مختلف بأشكال مختلفة أو بأصوات مختلفة، فخلينا نصل إلى الصوت الصحيح. فأنا منتظر ردك. بالنسبة لكلمة عند ولا بالنسبة للإخفاء عموما، يعني هل أنا بالفعل بيشارك معي مخرج الحرف اللي أنا بخفي عنده ولا أنا بنتقل بعد صوت الغنة إلى الحرف؟ هو زي ما حضرتك قلت انه في بعض الحروف سهلة سهل ان صوت الحرف بيشترك في الغنة لان بمكد الحرف فبيظهر صوته في الغنة. اعتقد ان ده بسبب بعد المخرج. تمام. يعني زي القاف والكاف كده مخرجهم بعيد عن النون الساكنة والتنوين فصوتهم بيظهر اكتر من الدال والتاء والطاء لانهم اقرب. يبقى احنا ما نقدرش نقول ان نعمم القاعدة ونقول القاعدة العامة عندي ان انا بيشترك صوت الحرف مع صوت الغنى. ممكن حروف مخصوصة. ممكن حروف مخصوصة. طب خلاص ما نخليها بقى القاعدة العامة ان هو لا يشترك. طالما ان هذا يعني امر عام يعني. يعني اقول ايه؟ مثلا من كان تمام عند يبقى انا كده ما اظهرش ايه صوت الحرف. تمام؟ احنا عندنا كلام كتير قوي قوي في الـ في الـ في, الـ في الايات وانا سعيد جدا بلقائك يعني. أكرم. ربنا يبارك فيك شيخ هشام. طيب خلينا احنا فين في اي في في والفتنة عند المسجد الحرام. فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك والفتنة
اشد من القتل. والفت فت فت الهمس ده نفس، النفس لا يسمع ليس صوتا. ايوه بالضبط كده، هو لا يسمع الا اذا كان حد قريب جدا 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 يحس بالايه ايوه بالهواء اللي خارج دوت مع الحرف. والفتنه اشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. كلمه المسجد في القران كله هي قليل من يتقن هذه الكلمه. صحيح، عشان السين والجيم والدال. والدال الحروف يعني ممكن فيها يخلي السين زي المسجدي والمز. ايوه وممكن كمان اللي بيعطش الجيم جامد فيقول المسجدي فيجيبها ياتي بهمس للجيم، وممكن يخلي الجيم دال والمسجدي ممكن. وده بيقع فيه برضو كتير من الناس. صحيح. وانت معلم فبتسمع ده كتير اكيد يعني. صحيح. طب يبقى محتاجين نعمل ايه؟ نمكن مخرج السين ومخرج الجيم ومخرج الجال. افصل الدال مخرج الجال. افصل مخرج كل حرف عن الثاني. تمام، يبقى ايه؟ المسجدي. تمام. المسجدي الحرام. يبقى انا محتاج ان انا اضبط ايه مخارج. على فكره المخارج اللي يتقن المخارج ويضبطها ضبط يعني صحيح اي حكم تاني بعد كده سهل قوي قوي انه يكتسبه. غنة مد ادغام كل ده سهل يعني. 75% من الاحكام في المخارج والصفات. في المخارج والصفات اللي هو ضبط المخرج مع تمكين الصفات. تمام. تمام جميل. فان قاتلوكم نفس الاخفاء، الاخفاء النوم على القاف اتفقنا خلاص. تمام فقتل. محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك استاذ محمود. ازيك يا شيخنا؟ في نعم والله والحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب ومشارك ومشاهدينا الكرام بخير. اتفضل. واحنا الايات عندنا احنا داخل فيها، دخلنا في الحج خلاص بقى يعني. اصلاني يعني ان يرزقنا الحج العام القادم يعني لم نبلغ في هذا العام يعني. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا في سبيل الله الذي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من صيام لا، عايزين نبين الصاد. نعم نبين الصاد، مخرج الصاد بس. الصاد فيها شبهة سين. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله فيك شيخ، ما شاء الله قراءتك طيبة، ربنا يبارك فيك. حاجة زينب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك. أهلا بحضرتك حاجة زينب، ربنا يبارك فيك. زي صحة حضرتك الحمد لله. في نعم والله والحمد لله. مرحبا بضيفتي الكريم. يبقى أهلا بيك، ربنا يبارك فيك. طبعا هيبقى أول اتصال بقى لورش إن شاء الله. إن شاء الله. اتفضلي حاجة زينب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى
حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. الكافرين الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى بس ما تجيبش قلب بقى وقاتلوهم حتى على طول. حاضر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا عايزين بقى ابتسامة بسيطة جدا نخلص فيها الغنة بقى وأنفقوا حضر وأنفقوا في سبيل الله تمام ممتاز ما شاء الله عليك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بارك الله فيك يا حاجة زينب ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يخليك يا ربنا الله يخليك شكرا. جزاك الله خير رؤية ورشة على الإمام نافع. ما شاء الله ما شاء الله. نكمل بقى كلامنا؟ كذلك جزاء الكافرين. الكافرين والكافرين ورشة. رؤية ورشة. تمام؟ طيب فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة جات لنا فتنة تاني وناخد بالنا من الهمس الايه التاء ويكون الدين لله فإن انتهوا هي فإن انتهوا ولا فإن انتهى لا فإن انتهوا تمام يبقى فإن يبقى انا كده ايوه بالضبط كده اختلاص الازمنه ما شاء الله عليك وده اللي يعتاد على الاختلاس يبقى مختلس صحيح ويختلس دايما هيبقى دايما بيختلس من الحركات في الايه في القرآن فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام. الشهر راهنا مفخمة لأنها مرفوعة أو تمام ممين. أحسنت. الشهر الحرام بالشهر هنا مجرورة فبالتالي مرققة هتبقى مرققة. والحرمات قصاص. ليه كده؟ القاف مكسوره وبعدها الصاد مفخمه فاثر تفخيم هو فخم القاف زياده استعدادا للصاد فقال ق هي اصلا ايه دي إمالة. هي القاف مكسوره فاخد ادنى مراتب التفخيم قي تمام قي ما اقولش كي قصاص ما تنفعش وما حدش يقبلها سامع حتى لكن قصاص برضه ما ينفعش عشان كده بقول التدريب كويس قوي ناوي ايه المستقيم المتقين دي قافة مكسورة مع مرقق فبتبقى أسهل بالنسبة لي اعتدت إن أنا أقولها كده فبالتالي هقولها إيه قصاص فمن اعتدى مش فمن برضه نفس الكلام دي كلها لهجات بدفع في التاء في النون فبتجيب معايا اختلاس يبقى أنا محتاج إن أنا ما أتعاملش مع القرآن بسرعة ولا بقوة دفع فمن ولكم ولهم فلهم كل هي ولكم فلهم ولهم صح كده ادي كل حرف الزمن بتاعه تمام احسنت فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا كده واتقوا فعلا بتقابلنا كتير بتقابلنا كتير دي ودي يمكن دي من الكلمات المشهور يعني خطا التقوى دايما واتقوا التقوى كل دي بتبقى طاقات مش تاءات طب يعني يفصل ازاي القارئ هو اللي بيفصل دراسة المخارج والصفات لأن الطاء والدال والتاء بيخرجوا من مخرج واحد فبيخلي التاء طاء لأنهم بيخرجوا من مخرج واحد فبالتالي سهل إن هو ينتقل لمخرج الطاء اللي بيفصل بينهم بقى الصفات أحسنت يعني الهمس مثلا في التاء الجهر في الطاء فحاجة زي كده هي بتفصل الإطباق في الطاء
الانفتاح في التاء، هي الصفات اللي بتميز الحروف عن بعضها، الاستعلاء في الطاء، الاستفال في التاء، خصوصا الحروف المشتركه في المخرج. تمام. طبعا يعني انا برضو عايز نوضح حاجه مهمه برضو، ان لما نقول الطاء والدال والتاء بيخرجوا مخرج واحد، ده على سبيل التقريب، لان هم الحروف الثلاثه كل حرف ليه مخرج. هو الاولى يعني الارجح ان كل حرف بيخرج من نقطه معينه، سواء كان في اللسان او الحلقه او في حلو نقطه في الشفتين. طب في مادة جميلة، ايوه بقعة، كنت اقولها يعني، والحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، اذ قال جمهور الورى ما نصه، لكل حرف مخرج يخص. يبقى كل حرف عندي ليه مخرج، لكن العلماء ما لم يستطيعوا تحديد بدقة مخرج كل حرف، فقالوا الطاء والدال والتاء يخرجون مخرج واحد، الضاء والذال والثاء يخرجون مخرج واحد، الصاد والسين والزاي يخرجون مخرج، يعني على قرب مخرجهم يعني، اللي هم قريبين جدا جدا جدا، وما فيش ما ينفعش ان انا اعمل توصيف لكل حرف فيهم. تمام، ف من باب التيسير يعني. تمام، يبقى واتقوا دي ما تنفعش، واتقوا ما تنفعش. تمام، واتقوا الله واعلموا ان، ده مد منفصل، جائز الايه، جائز المد والقصر. تمام، واعلموا ان الله مع المتقين، برضه ما ينفعش، يبقى احنا ناخد بالنا برضه من نفس الكلام. وانفقوا، جت لنا غنى ثانيه هات الفاء، سهله قوي ان انا اقول وانفقوا، ان انا اقرب مخرج الفاء، ده بيوصلني لان انا وانا يمكن اتكلمت كتير في الموضوع دوت شيخ هشام، ان لو انا مكنت المخرج الحرف، وده صعب جدا اثناء الغنه، ده مش هيتم معايا الا في الحروف الثلاثه بس، ما ينفعش مع حرف ثاني، فانا حائط غام، فاقول ايه حتى الصوت مش حلو، وانفقوا حتى تحس كده الصوت طالع من الانف بصوت بقوه شويه، لان قفلت الايه، قفلت بوجود اطراف الثنايا مع بطن الشفه السفلى. تمام، اللي هو تمكين مخرج الفاء يعني. يبقى وانفقوا، وده يعني لو قسنا بقى بالقياس، هيبقى كل عندي الغنن هتبقى المرققه صوتها قريب جدا جدا جدا، والمفخمه صوتها قريب جدا جدا، مع فرق بقى مراتب الايه، الاخفاء اللي اتكلمنا عليها قبل كده في اكثر من لقاء. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا. وقف، هل اقول انت وقفت واحسن، ان الله يحب الايه، المحسنين. ان احنا قلنا ان التقريريه اذا جاءت في تذييل الايات اللي بتقول لها باسم الاسماء او صفه من صفاتي او فعل من افعالي، ها الاولى للقارئ ان يقف على ما قبلها ويبدا بها. احسنت، ربنا يبارك فيك. لكن كتير من الناس يقول لك ايه، واحسنوا ان الله يحب المحسنين، هذا جائز، لكن الاولى ان انا اقف على ما قبل ان وابدا بايه، بان. تمام، احسنت. ندخل على اللي بعديها، هو فيه بايديكم الكسره بتاع الباء. تمام، يعني بايديكم صوره القراءه ما بيحركش كسره الباء او اي حرف مكسور في بدايه الكلمه. ايوه، بدايه الكلمه وبعدين مفتوحه ومضموم، بيبقى فيه ثقل شويه في ان هو ينتقل. بايديكم، فبيسرع بايديكم، لكن هي ايه، بايديكم. في ناس بالغ يقول لك ايه، بايديكم، بايديكم، بيبالغ في الكسره، بيتعب نفسه والله، فبيجيب ممكن يعني. انا شفت يعني، يمكن اول مره اسمع قراءه حضرتك اليوم، ما شاء الله قراءه سهله وجميله وما فيهاش تكلفات. تقول ايه بقى اللي بيتكلفه في القراءه؟ والله القران سهل ميسور، مش محتاج تكلف. رب الذي قال هذا صحيح، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. فالقران مش محتاج مننا التكلفات والعنف اللي بنقرا بيه ده. صحيح، تلاقي الواحد داخل خناقه وهو بيقرا قران. هو معتقد انه هيقرا القران بتجويد، فمعتقد انه كده بيمكن، كده بيمكن وبيدي كل حرف حقه، لكن القران ايسر من ذلك. لا، هو ياتي على حق الحرف كمان يعني، انا بيكون حرف ضعيف عندي واضغط عليه، ما انا بديله قوه مش فيه. صحيح، بسبب القوه اللي بدخل بيها عليه، او من شده مبالغته في القراءه فبيولد من حركات حروف، زي الفتحه كده ممكن يولد منها ألف. الضمه يولد منها واو، الكسره يولد منها ياء، اللي هو الضغط على الحرف المتحرك. الحرف المتحرك فبيولد منه حرف مجانس للحركه بتاعته، يقول لك ان الذين. تمام، امن يقول. صحيح، بس ده غالبا بيبقى مع اما يكون عندي غنه بعديها، ده في الغالب يعني، لكن في اللي اعتاد على ده برضو زي اللي هتدعى الاختلاس. في القرآن يبقى هو هتلاقي في القرآن كله وقع في هذا يعني. نفس الخطأ. تمام، وأتموا الحج والعمرة لله. عندنا في يعني إشكالية في النطق هنا بقى للمبتدئ. وأتموا الحج، في ناس بتختلس من 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 الجيم المشددة، الحج والعمرة. الحج وبرضه بيبقى متعلقة بالتعطيش يعني، بيبقى شغل ذهنه بتعطيش الجيم وعايز يقراها صح، فبيختلس الجيم اساسا، والمبالغه برضه فيها.
او مثلا يقول الحجه يعني بيقرا الجيم صح لكن ما بيختلسهاش بيتم حركتها بخلاها سهله اه وهي اصلا فيها شده وجهر صحيح من الصفات يعني فيها صفات قوه محتاجه منها بان برضو واتم الحج والعمره لله برضو عندنا العمره ربنا يرزقنا العمره قريبا ان شاء الله عندنا الراء مفخمه تمام فايه اللي يخلي العين والميم تفخم العمره وهما حروف مرققه تمام يعني دائما بس على يعني مرققه دائما فهو ممكن يكون بيفخم الميم العين والميم تباعا لتفخيم الراء بعدها تمام هو الجميل النهارده ان الاتصالات قليله فاحنا بنتكلم وانا مستمتع جدا باللقاء يعني اكرمك فان احصرتم دي برضو يعني يعني من الكلمات برضو اللي بيقع فيها والتاء بعدها كثير من الناس في اخطاء عندي همزه مضمومه عندها يعني فيها استعداد للتفخيم لان الضم يعني قوي ايوه بالضبط كده والحاء حرف ضعيف جدا جه بعديه صاد بس كسر الصاد بيسهل عندي الامر صحيح والراء مرققه لانها ساكنه بعد كسر فالكلمه كلها شبه مرققه يعني ما فيهاش الا الصاد بس تفخيم نسبي تفخيم نسبي بس استعلاها بيخليها فيها قوه شويه فده اللي بيخلينا نقع في ايه في خطا او اللي بيقرا ايه صحيح يبقى ايه يعني اما لحرص على نطق الصاد صحيحه اما ان يفخمها زياده عن تفخيمها او يرققها تباعا للحروف المرققه قبلها وبعدها طب يبقى ايه صواب ان انا ايه اما اجي اقرا القران وعندي يعني اشكاليه في تخليصات ولا حاجه اجيب كل حرف لوحده اقول ايه فان احصي صير تم اخد حرف حرف اوصله ببعضه كده بحيث ان انا اصل الى في النهايه الى ان انا انطق الكلمه بشكل صحيح وبعدها اقرا الكلمه وبعدين كده اقول الكلمه وبعد كده اوصلها بيها بعدها ده تدريب طيب جدا طبعا احنا يعني معظم كلامنا للمبتدئين هو مفترض ان البرامج التعليميه ليهم هو تعليمي للكل يعني اكيد كل حد هيلاقي معلومه اكيد طبعا يعني معلم القران هيلاقي معلومه في نقاش دار بينه وبينك في مساله ما هيستفيد او في البرنامج يعني أكيد. والمبتدئ هيسمع نطق صحيح فبالتالي هيتقن من خلال واحنا لينا نماذج كثيره جدا في من المتصلات علينا خاصه المتصلات يعني لم يتعلموا على يد احد المقرئين ولا احدى المقرئات وتعلموا من خلال الشاشه من خلال البرامج واتقنوا بفضل الله تعالى ان شاء الله تبارك الله طب نكمل فان احصرتم فما استيسر برضه السين هنا ممكن تقول قلب الى صاد استيسر لان الراء مفخمه تمام يبقى انا يا راء اي حرف مفخم جنبي بجواري حرف مرقق محتاج اخلص محتاج اخلص تفخيم التركيب صحيح طب اقف على الهادي بقى ازاي يا مولانا الهادي ايوه محتاج ان ابين الياء قلقله الدال ما تاثرش على الياء الهادي هدي لكن في ناس بيقول ايه الهادي عشان يجيب القلقله بتاع الدال فبيحذف الياء بيحذف الياء ومحتاجين برضه ان انا بلغش في الياء قوي ان انا يعني الهادي كده ما تنفعش شدت يعني ايوه بالظبط كده يبقى انا وقفت عليها ايه بشكل التشديد ولا تحلقوا خلى برضه التاء قريبه من الطاء وفخم الحاء واللام بعدها تمام عشان ايه عشان القاف والقاف المضمومه ايه مضمومه يعني برضه متوسطه في التفخيم او ليست بمفخمه تفخيم قوي ولا بضعيفه لكن كمان ده في ناس بتديرها بكاف ولا تحلكوا ممكن القاف كاف ده فعلا بيقابلني كتير او يقول لك كل هو الله واحد بسبب قرب القاف من الكاف يعني تمام في المخرج والضم بيسهل قوي ان انا يعني بيضعف نطق القاف فتبقى قريبه تبقى قريبه من الكاف تمام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى عندنا غنى كذا غنى ورا بعضها صحيح ضبط الغنى الازمنه ده مهم جدا يعني ما اجيبش غنى مشبعه وغنى ضعيفه واللفظ وغنى تضيع مني واللفظ في نظيره احسنت كما قال ابن الجزري عليه الله كمان في زمن الغنى يعني ضبط زمن الغنى برضو في ناس بتبالغ فيه جدا بسبب انه ممكن يعد على صوابعه فبيمد زياده عن الحركتين تمام لكن هو صحيح انه بمقدار الف الالف بمقدار ما ينطق الف هي دي الغنى حركتين تمام ولا نزودها شويه طب خليها عليك شويه وزودها شويه يعني لو قسنا نقيس مثلا الغنه مع المد
أما أقول كده أما أيهما أطول؟ أما أقول إيه؟ أما أقول أما أيهما أطول؟ إن الغنة أطول. الغنة أطول. لكن أما مقياس الحركتين بالنسبة للغنة ده تقريبي. لكن بالنسبة للمادة هو حركتين. اللي هو مقدار زمن نطق الحرف المتحرك مرتين. صحيح. كأني قلت ألفين ألفين. أحسن. ألف ألف. تمام. أو إيه قاقة دي زمن حرف متحرك أي أي حرفين متحركين. صحيح. فنقول إن الغنة تزيد شوية لكن مش لدرجة إنها تتعدى ما تصلش للحركتين وتعدي شوية لكن ما تصلش للثلاث حركات أو أكثر. فاحنا نقول إن القياس هنا تقريبي. ليس إيه؟ صحيح. عايز أقول حاجة بس بيقول لي يا إخوانا بيقول لي خلاص الوقت قرب ينتهي والحلقة كانت يعني ما شعرت بها. هقول حاجة وحضرتك بقى حضر لنا إن شاء الله دعاء ندعو به نختم به الحلقة. تمام؟ أنا أقول على وقف بس في قوله تعالى فإذا أمنتم، هل يجوز الوقف على أمنتم؟ فإذا أمنتم وابدأ أقول بعدها فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أبدأ فإذا أمنتم وأقف، وأقف عليها ما فاتتش معنى. طب طب أنا قرأت أصلا قرأت في هذا يعني قرأت في هذا في يعني كلام بديع. أنا أظن إن أنا قرأته في كتاب مدار الهدى في الوقف الابتداء للشيخ عبد الكريم الأشواني. وانت عارف حضرتك ان الكتاب دوت من يعني من الكتب التي يعني صحيح. جمعت صحيح. الشيخ يقول انا هناك رأي بان جواب الشرط محذوف فاذا امنتم الخوف من الاعداء فأتموا تمام. ولو انا وصلت يبقى انا بقول ان الفاء هنا جواب الشرط فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن الوجه هنا في إيه؟ في إن أنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي المتمتع عليه هدي. فدي تنفع تبقى جملة. تمام؟ فده برضو من النقطات الجميلة جدا والبديعة يعني. فإذا أمنتم فإذا أمنتم يا من أحصرتم. إحنا لو رجعنا الأول الآية وأتموا الحج والعمرة لله فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي. تمام؟ يعني ما تكملوش الايه؟ يعني اذا كان في خوف فما تكملوش العمرة. تمام؟ فاذا امنتم بعد ذلك فاتموا العمرة اذا امنتم الخوف من الاعداء. تمام؟ او او او, أو وزيل سبب الخوف. تمام؟ او الحصر. فاتموا. وده وقف انا كنت حابب ان اقوله يعني اختم بكلامي لكن طبعا حضرتك بقى تختم ان شاء الله بدعاء يعني نسينا ناخد عدنان بس في دقيقتين. اتفضل. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها إماما ودليلا يا رب العالمين
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم احفظ عليهم دينهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أرادنا ومصرنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا ومصرنا وبلاد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، وأدر الدائرة عليه ودمره كما دمرت عادا وثمود. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالثلج والماء والبرد، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يا مولانا يوم البعث والنشور، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. بارك الله فيك يا شيخ هشام، انا سعدت بيك، وعلى فكره كان في ضيف ثاني هو اللي كان فاضل معايا في هذه الحلقه، لكنه يعني ربنا اراد ان الشيخ هشام يكون معايا وانا لم التقى به الا قبل الهواء مباشره. سعيد بيك يا شيخ هشام في هذه الحلقه، بشكر الشيخ هشام عزت، شرفتني ونورتني، واسعدك في لقاءات اخرى ان شاء الله. ربنا يعزك، الله يبارك فيك. كما اشكر كل من اتصل علينا، واشكر فريق العمل في برنامج الف لام ميم، وعراس فريق العمل في هذه الحلقه أخونا عدنان بارك الله فيه وفي فريق العمل معه. ألتقي بكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء يوم الثلاثاء القادم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا، انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير